وإلى أخبار الاقتصاد، حيث كرمت مؤسسة المرأة العربية في بريطانيا وزير الدولة للشؤون الاقتصادية وزير المالية بالوكالة مريم العقيل تقديرا لدورها في مجال التنمية الاقتصادية وقيادة الأعمال خلال حفلها الذي أقامته المؤسسة. مؤسسة المرأة العربية في بريطانيا تكرم وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية ووزيرة المالية بالوكالة مريم العقيل تقديرا لدورها في مجال التنمية الاقتصادية وقيادة الأعمال خلال حفلها السنوي الذي أقامته بالتعاون مع عدد من المؤسسات الأكاديمية لتكريم المبدعات العربيات في مجالات مختلفة بحضور عدد من السفراء العرب والأجانب وممثل عن عمدة لندن وعميد السلك الدبلوماسي في لندن خالد الدويسان. الحقيقة هي جائزة تعبر عن نتائج دعم سيدي حضرة صاحب السمو للمرأة الكويتية وتمكينها في كافة المجالات، سواء كانت المجالات المختلفة اقتصادية اجتماعية وأيضا السياسية، ووجود أيضا كثير من التشريعات التي تخدمها في هذا الجانب. والحقيقة أنا ما وصلت إلى ما وصلت إليه الآن إلا بثقة القيادة السياسية فيني، وأحب أن أهدي هذه الجائزة إلى سيدي حضرة صاحب السمو وإلى الكويت لدعمها وإيمانها أيضا بالمرأة الكويتية. نهنئ الأخت مريم العقيل بهذه الجائزة المتميزة، وهذا يؤكد دور المرأة السياسي والاجتماعي والاقتصادي في بلدنا مثل الكويت. لا شك بأن الكويت ولادة، والحمد لله، يعني الله من علينا وبفضله تعالى بحكيم يحكمنا وبشعب متميز يستطيع أن يخرج للعالم بكثير من الآراء والاختراعات والتميز في الشخصية. تكريم القائم بأعمال وزير المالية لإنجازاتها في مجال التنمية الاقتصادية ضمن هذه الكوكبة من النساء الرائدات في العالم العربي يؤكد على نجاح سياسة تمكين المرأة التي تنتهجها دولة الكويت. جمال شاهين، تلفزيون دولة الكويت، لندن.